أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان. منذ ساعات وقعت حادثة بشعة الحقيقة على محور صفط اللبن في بولاق الدكرور بالجيزة بعد سقوط سيارة من على المحور، وده أسفر عن إصابة أحد الأشخاص. خليني أقول لحضراتكم أنه تحريات رجال المباحث حتى الآن كشفت أنه عجلة القيادة اختلت من القائد وبالتالي انحرفت عن الطريق وسقطت أعلى المحور. احنا طبعا هنتعرف على تفاصيل اكتر عن الحادث والتحريات وصلت لايه لحد دلوقتي، وهل في اي اصابات تانية او حتى وفيات حصلت بعد هذا الحادث. كل هذه المعلومات هنعرفها من زميلنا بهجة ابو ضيف الصحفي بقسم الحوادث. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. يعني في البداية ايه اللي حصل بالضبط؟ يعني احكي لنا ايه اللي حصل في الحادثة دي. يعني حوالي الساعة 4 فجرا صباح اليوم وفوجئ سكان صفط اللبن وبولاق الدكرور بسقوط سيارة من أعلى المحور. هي سيارة نقل كان بيستقلها شخصين، ولكن تمكن قائد السيارة من القفز منها قبل السقوط، وبينما أصيب الشخص اللي كان بجواره في السيارة، ولكن إصابات طفيفة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. طبعا بدأ الأهالي في إنزال السيارة من المكان أو إزالة آثار الحادث وإبلاغ اسم شرطة بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة، وانتقل رجال المباحث وتبين أن السيارة اللي سقطت دي سيارة نقل وكان بيستقلها شخصين. تم الاستماع لأقوال سائق السيارة وأكد أن هو خلال قيادته ليها أعلى المحور اختلت عجلة القيادة من إيده من بعد الانحراف عن الطريق واصطدامها بالسور الحديد أو بالسور الخاص بالمحور وسقوطها من أعلى، ولكن هو تمكن من القفز منها قبل السقوط ونجا طبعا من الإصابة أو نجا من الموت. استمع رجال المباحث لأقواله وتم إزالة آثار الحادث من المكان، وطبعا يعني بيكر رجال المباحث تحريات يعني عشان بس نأكد على فكرة الإصابات زميلنا بهجت، عشان نأكد على فكرة الإصابات، هو إصابة واحدة فقط مساعد السواق اللي كان في العربية. هو الحمد لله ان ربنا قدر وستر ان يبقى فيه اصابه واحده بس في الحادث، وطبعا نجات الاشخاص اللي كانوا موجودين اسفل المحور لان ما كانش في حد موجود بسبب ان الحادث وقع في ساعه مبكره من صباح اليوم. وطبعا المشكله ان دي مش اول حادثه بتحصل في نفس المكان، ولكن الحادث يعني تكرر سابقا ولجأت المحافظه والاجهزه المختصه لتقويه السور الحديدي الخاص بالمحور، ولكن للاسف يعني السرعات الزايده على المحور هي اللي بتؤدي لوقوع مثل تلك الحوادث خاصه في الانحرافات او الخاص بالمحورين. طيب خلينا برضو نتكلم عن حاجه مهمه جدا، هل ازيلت اثار الحادث بالكامل والحركه المروريه دلوقتي على المحور عامله ازاي؟ تم إزالة كافة الآثار المتعلقة بالحادث سواء السيارة أو السور الحديد اللي تم تحطيمه بسبب الحادث أعلى المحور. طبعا السيارة لما سقطت في أسفل المحور، فتم إزالة السيارة وآثار الحادث من أسفله، بينما أعلى المحور عقد المرور عادت لطبيعتها كما كانت. وطبعا يعني بيحاول أو بيتم إعادة السور لطبيعته مرة أخرى. يعني صحيح، احنا بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا بهجة ابو ضيف على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا لكل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع على متابعتكم لينا في هذه التغطية. تابعنا بالتأكيد كل التفاصيل اللي حصلت النهاردة في الحادث اللي شهدوا محور صفط اللبن. بنشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.